ما عبر زوم مع فرناند كولي، واحد من اهم نجوم المنتخب السنغالي ونادي لانس الفرنسي السابق، عبر زوم. يا فندم مشرف ومنور، سعداء بتواجدك على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. بونجور، بونسوار، بونسوار. مساء الخير على الجميع. بداية أكيد هسألك على المنتخب السنغالي وخروجه المبكر من كأس الأمم الأفريقية رغم أنه حامل اللقب واحد أهم المرشحين للفوز بهذه البطولة، في رأيك ما الأسباب؟ الأسباب عديدة لخروج السنغال. هو في مباراة الكوتيفار حينما سجلت السنغال الهدف الأول كان لديها الفرصة لتهاجم بشكل أكبر وتسجل هدفا ثانيا، كنت أنتظر هدفا بعد 5 أو 10 دقائق، ولكن للأسف شاهدت لاعبي السنغال بشكل غير مفهوم، محبطين ومتراجعين إلى الخلف وفقدوا الاستحواذ. لأول مرة أرى السنغال تستحوذ على الكرة بنسبة 35 أو 45%، والكوتيفار استحوذ بشكل أكبر. الكوتيفوار انتصرت في معركة وسط الملعب وأغلقت الطرق أمام مرماها ووضعت الديفنس السنغالي في منتصف ملعبه. السنغال ومصر كانوا طرفي النهائي في البطولة الماضية، خرجت السنغال وأيضا خرج المنتخب المصري. هل شاهدت مباريات منتخب مصر؟ هل كنت تتوقع الخروج المبكر للمنتخب المصري؟ بالتأكيد لا. حينما تشارك مصر في أي بطولة فإنها دائما عملاق أفريقي، ننتظر من هو أن يصل على الأقل أن يكون ضمن الأربعة الكبار، والسنغال أيضا نفس الأمر. إنه الأمر يحمل الكثير من المفاجأة أن يخرج الفريقين اللذين يصلان إلى نهائي البطولة الأخيرة، ولكن هذا مؤشر على تقدم الكرة الأفريقية. هناك حالة من التحديث التي تحدث على مستوى كرة القدم الأفريقية، وهذا ما شاهدناه في هذه النسخة من الكان. فرناند كولي النجم المنتخب السنغالي ولانس الفرنسي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه.